السلام عليكم البنات، من تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم فيديو جديد. هذه المره غادي نهضر لكم على الموضوع اللي قلت لكم ديال اللغه، بحالاش تعلمت اللغه. المهم هذيك الفقره بحالاش تعلمتها وفين تعلمتها راه درتها لكم في واحد الفيديو اللي صراحه شرحت لكم فيه بحال فين تعلمت وكم هذاك الشيء. واليوم في هذا الفيديو هذا حيت بزاف ديال الناس قالوا لي نكمل اليوم على هذاك الفيديو ندير لهم واحد اخر بحاله، وفكرت هذا الفيديو هذا نقدر نفيدكم اكثر واكثر ونقول لكم بعد يعني واحد الابليكاسيون في التليفون ونجيب لك واحد الابليكاسيون في التليفون، وغادي نوري لكم حتى واحد الويب اللي غادي تقدروا تدخلوا ليه بالنسبه للناس اللي عندهم البيسي في الدار. كما كنعرفوا كاين الناس اللي عندهم بيسي في الدار وكاين الناس اللي ما عندهم. الناس اللي ما عندهمش راه لقيت لكم واحد من التليفون، والناس اللي عندهم بيسي غيقدروا يدخلوا لهذا اللي غادي نوري لكم. المهم هاد الابليكاسيون هذا صراحه ولا هاد الويب هذا اللي غادي نوري لكم، صراحه فاش كنت انا كنتعلم اللغه كانت دائما الاستاذه كانت كتدير لنا جوج مرات ولا ثلاثه ديال المرات ديال اللغه انفورماتيكا، وكنا كندخلوا ليه واحد هكا بحالو كنا كندخلوا ليه وكنتعلموا فيه اللغه. صراحه زوين بزاف حيت فيه الصوت والصوره وكيوريو لك بحالاش تعلمي الكتابه، بحالاش تكتبي، بحالاش تنطقي، بحال فيه بزاف ديال الحاجات، وحتى السمع يعني الكلمه كي يقولوها لك بالنطق صحيح، ومن بعد كيقول لك كتبوها، ومن بعد كيديروا لك بعض الصور اللي كيقول لك انت تكتبي بوحدك بحال مثلا انشاء، يعني من بعد ما كتقرايها وكتسمعيها وكتشوفيها بحالاش كتكتب وبحالاش كتنطق، يعني هذاك الشيء بحال سلسله، يعني الدرس الاول كيوريوك بحالاش كتنطق الحاجه وسميتو وهكاك غاديه والنيفيل كيطلع، ومن بعد كينقطوا لك يعني كيقول لك واش جبتي 100% ولا ما ماشي شحال ديال الاخطاء عندك، وكيعطيوك فرصه اخرى باش انت تصحي الخطا ديالك. صراحه زوين بزاف هاد الباج هادي، وانا عارفه باللي الا تبعتوا فيها راكم غادي تعلموا 100% حيت فيها الاعراب اللي هما ديالهم بحال مثلا تصرفي، في كيعلموك بحالاش تنطقي وبحالاش تهضري بحالاش تسلمي. وهاد الابليكاسيون هادي اللي كنهضر لكم على ديال البي سي كما كنعرفوا في ابليكاسيون غيديروا لكم غير حاجات قليله، يعني ما غاديش يقدروا يديروا لكم حاجات كثيره ولا كبيره بحال بروغرام ولا بحال واحد السيت. هاد السيت هذا البنات هو كبير بزاف وفيه بزاف ديال الحاجات، ولكن ثاني الابليكاسيون راه تقدر تساعدكم، يعني بالابليكاسيون نتوما الا تبعتو راه يعني غادي شنقول لكم غادي فيها راه غنوريها لكم دابا غادي تشوفوها في البانطايا. فيها يعني مثلا كيوري لك بحالاش الاسماء مثلا ديال الطبيب، في الطبيب مثلا الاسماء ديال شي حاجه في التجميل، الاسماء ديال الخضر، الاسماء ديال الالوان، الاسماء ديال الفواكه، بحالاش تعلمي تسلمي. ومن بعد كيوري لك يعني نفس الشيء الكتابه، كيعطوك مثلا مقاطع وانتيا تقدري مثلا كيديروا لك الحرف الاولاني والحرف الاخير وانتيا كملي الحرف الوسطاني باش يعطيك كلمه تشوفيها غير في الصوره. من بعد كيعطيكم بحالاش تعلموا، المهم كيعطيكم واحد سميتو اللي تقدروا تضغطوا عليه وتسمعوا الكلمه ولا تسمعوا بحالاش كتنطق، ومن بعد عاطينك فين تقدري تسجلي الصوت ديالك. هذه كنهضر لكم على ابليكاسيون اللي في التليفون، من بعد ملي كتكليكي عليه كتهضري انتيا مثلا بحال مثلا كتقولي بروفيسور ولا كتقولي شي هذيك الكلمه اللي دايره لك تما كاين، وهما يعني يعني بحال كتقري مع الاستاذ، يعني استاذ في الدار. المهم البنات ما تعكزوش، وهاد الابليكاسيون هذه اللي وريت لكم اللي غنوري لكم دابا غادي تشوفوها، وهاد البروغرام هذا اللي غادي نوري لكم حتى هو صراحه غادي يساعدكم بزاف 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 باش تعلموا في الدار، يعني بحال الا معاك استاذ في الدار حيت كيعطيك فرصه انت اللي تنطقي ومنها كتسمعي الكلمه بحالاش كتنطقي.
المهم البنات، الصراحه هاد الابليكاسيون وهاد البروغرام هذا اللي وريت لكم غيساعدكم بزاف باش تعلموا اللغه بوحدكم في الدار، خصوصا فيها اللغه يعني خصوصا فيها مثلا الناس اللي ما كيعرفوش اللغه الاسبانيه تقدري انت تحوليها باللغه العربيه. مثلا دايرين لك تسمعي بالاسبانيه ودايرين لك بحالاش كتكتب، ومن بعد داري لها ليك مترجمينها ليك بالعربيه، بحال مثلا استاذ ولا مدرس، بحال مثلا بروفيسور، دايرينها ليك بالعربيه باللغه ديالك انتيا، ايديوما ناتيفو هي اللغه اللي كنهضروا بها الاوريخين ديالنا اللي كنهضروا بها حنايا، وكيترجموها ليك باللغه الاسبانيه وانت كتشوفيها بحالاش كتكتب وكلشي. المهم دابا غادي ندوز نوري لكم الابليكاسيون، ومن بعد غادي ندوزو نهضروا على البروغرام. كما كتشوفوا البنات هنايا دايرين لكم اللغه، يعني دايرين اليخي اللي ديما ناتيفو، كتعني اللغه اللي نتوما كتهضروا بها يعني اللي كتفهموها. بالنسبه لينا حنا العرب ولا يعني هنا كدايرين لك جميع اللغات. غادي نديروا مثلا العربيه، بالنسبه للناس اللي باغيين العربيه راه يقدروا يديروا اللغه العربيه، وبالنسبه للناس باللي هنا واقيلا كاع ما كاينه اللغه العربيه، وبالنسبه للناس اللي يعني عندهم كيعرفوا الفرنسيه وداك الشيء باغيين يعني الترجمه ديال هذيك سميتها الترجمه ديال تعليم اللغه تكون مثلا باللغه الفرنسيه ولا هنايا العربيه. انا غادي ندير العربيه، غنديروا اكسبتار، المهم هنايا البنات كما كتشوفوا كيعطيكم هنايا الا بغيتوا تعرفوا الاسماء ديال الحوايج، الاسماء الناس، المهم هنايا الاعضاء، اي حاجه. المهم هنايا مثلا غادي ندخلوا الاولى، هنايا عاطينكم الصحه راه كما كتشوفوا، اي حاجه الجامع، اي حاجه بغيتوا تعرفوا الاسم ديالها. ندخلوا مثلا هنايا كما كتشوفوا البنات هنايا دايرين لك السهم على هذا، يعني كيعني الاستاذ مدرس، راه هنا مكتوبه بالعربيه. هنا كما كتشوفوا البنات كيعلموا لكم الكتابه، بحال مثلا هذا سميتو باللغه الاسبانيه الكاماريرو، غادي نديرو نكتبوها. كما كتشوفوا وكتقولها لكم بالصوت باش نتوما تسمعوا بحالاش كتنطق، وهذا سميتو الكوكتيل. كما كتشوفوا وكتعاودها لكم بالصوت، يعني كتتعلموا الكتابه وكتقراو يعني، وكاين حتى الا بغيتوا تبداو يعني تبداو من زيرو. بالنسبه للناس راه اللي ما عارفين والو راه كاين هنا البنات كما كتشوفوا كتقول لكم يعني الاسم ديال الحاجه، وانتم غادي تضغطوا باش تقول باش تشوفوا واش صحيح ولا لا. كما كتسمعوا بيردي، قالت بيردي، وانا خاصني نقلب فين هي بيردي. هنايا هي اللون الاخضر. الالبوم دي فوتوس، قالت الالبوم دي فوتوس هو هذا. El tablero de ajedrez. هو هذا. El picnic. هي هذه نزهة. La aguja. هي البرة. El concierto. La guía turística. هي هذه. El anuncio. هو إعلان. El mando a distancia. هو هذا. El seminó.
يادي Coser. يا خياطة. Los auriculares. Ver la televisión. المهم البنات غير بغيت نوري لكم بحال ماسو مينوس، انا هادشي صافي عارفاه، غير بغيت نوري للناس اللي باغيين يعني شي حاجه مزيانه بزاف. وهاد الابليكاسيون هادي غادي تعلموا بها ان شاء الله اللغه، وفي الدار عندك الوقت يعني في الليل شويه في الصباح شويه في العشيه فيما عندك الوقت ادخلي الابليكاسيون وقراي فيها. كما كتشوفوا البنات من بعد ما شرحت لكم الابليكاسيون بحالاش كتخدم، تيليشارجيتها وكل شيء، وريت لكم اللغه بحالاش تدخلوا، باش حيت كاين الناس اللي غادي يجوني من بعد غيقولوا لي راه ما عرفناش بحالاش كتخدم. المهم انا درت لكم كل شيء من البدايه، وريت لكم بعض الدروس باش نتوما تفهموا بحالاش كيخدم داك الشيء. المهم دابا غادي ندوزو نوري لكم الباخينه ويب اللي كيخدم من البيسي. كما كتشوفوا البنات ها هي لاباج اللي قلت لكم، هذا هو الاسم ديالها كما كتشوفوا aprenderespanol.org. المهم هنايا البنات كما قلت لكم فيها غراماتيكا، فيها ليكتوراس، فيها بزاف ديال شي بزاف ديال الحاجات. هنايا البنات غراماتيكا، هنايا الفيربوس اللي بزاف ديال الناس كيسولوني عليه، مثلا باسادو فوتورو بوكابولاريو ليكتوراس، كاين بزاف ديال الحاجات. المهم غندخلو هنايا الفيربوس اللي كاين بزاف ديال الناس اللي عندهم المشكل. كما كتشوفوا هنايا كيعطيكم سميتو كانتار في البريسينتي، مثلا كنقولوا جو كانتو تو كانتاس ال ايا ال كانتا نوسوتروس كانتاموس فوسوتروس فوسوتراس كانتايس ايوس اياس كانتا. دابا غادي نديرو كومبروفار باش نشوفو فين اللي عندنا خطا. كما كتشوفو هنايا عندي 100% كوريكتو، داير لي كوريكتو بيانيتشو يعني صحيح. المهم البنات هنايا غادي تشوفو تاني باخينا برينسيبال، وغادي تشوفو الحاجات نتوما اللي بغيتو. كما كتشوفو هنايا صراحة كاين بزاف ديال الحاجات، بزاف ديال الحاجات في هاد لاباج هادي. بعد ما شفنا الباخينه ويب، من هاد الباخينه ويب نيت الاخت ديالي الكبيره كتعلم فيها، وانا اللي قلبت عليها وانا اللي وريتها ليها، وصراحه كتحسن. ودابا بغيت نقول لكم باللي يعني علاش لا ما نشاركها معكم، يعني انا كنت بحثت عليها وكل شيء وريتها اختي وكتقرا فيها، وقلت نشاركها حتى مع البنات حتى هما يقراو فيها ويتعلموا اللغه. كما كتشوفوا صراحه سهله وبسيطه، غير الابليكاسيون اللي وريت لكم ديال التليفون فيها كتقدري ديريها باللغه ديالك العربيه، وهذه احسن كتر. هذه الباج هذه غادي تعلموا فيها اكثر واكثر، حيت دايرين لك الشرح وكل شيء باللغه، يعني ما كاينش اللغه العربيه، تقدري تفهميها انت بالطريقه ديالك، يعني ما كاين ما احسن ترجمي. باش نقول لكم الا كانت مثلا بزاف ديال الحاجات، ثاني مثلا الترجمه ديال واحد الكلمه ما فهمتهاش باللغه الاسبانيه، اشنو كندير؟ ما كنترجمهاش انايا باللغه العربيه، كنمشي نيشان نترجمها بواحد الطريقه سهله باللغه الاسبانيه، هكاك كيجيني احسن اكثر من نترجمها باللغه العربيه، باش نيت نفهم ونيت نهز كلمات جدادين. المهم بالنسبه للناس اللي كيعرفوا شي شويه، يعني كيسلكوا شويه براسهم في اللغه وخاصهم غير يعني اكثر، يعني يتعلموا غير اللسان ديالهم يترخى اكثر، ننصحهم بهذه الباج هذه اللي وريت لكم. والمهم البنات نتمنى يعجبكم الموضوع ديال اليوم، ونتمنى نكون استفدتوا معايا، ولا عجبكم كومبارطيو مع الناس اللي كتعرفوا يلا جاو جدادين، ولا العائله ولا الناس اللي كيتفرجوا فيا من دول اخرى ولا من المغرب، وعندكم العائله ديالكم في اسبانيا ولا الناس اللي باغيين يتعلموا اللغه الاسبانيه، شاركوا معاهم هذا الفيديو هذا باش حتى هما يقدروا يعرفوا بلي كاينين ابليكاسيونيس وبلي كاينين باخينه ويب اللي يقدروا يتعلموا فيها اللغه الاسبانيه بلا استاذ بلا والو.
المهم صراحه كما قلت لكم بحال هذه الطريقه هذه اللي انايا تعلمت بها اللغه الاسبانيه. وبغيت نقول لكم هذاك الكتاب اللي كنت قلت لكم غنوريه لكم، سمحوا لي ما بقيتش عاقله، ما عرفتش شو اعطيته لشي واحد، يعني من بعد ما تعلمت فيه انا اعطيته لشي واحد، ما بقيتش عاقله ولا ما بين الكتب ديالي، حتى نقلب عليه ان شاء الله غادي نوري لكم. ولكن راه بحاله بحال الابليكاسيون، غير هو كتقري في الكتاب والابليكاسيون من يعني من التليفون ولا الباخينه ويب من البي سي، يعني نفس الشيء. كيقولوا لك مثلا تفاحه مكتوبه بالعربيه ومكتوبه بالاسبانيه، غير بالنسبه للناس اللي باغيين من الكتاب وما باغيينش من البي سي. ولكن ما كاين ما حسن، مع دابا الحاجات تطوروا ولاو ما بقاوش الناس كيحتاجوا الكتوبه، ولا كلشي كيقرا من الابليكاسيونات ولا كيقراو من البي سي. المهم البنات، نتمنى يعجبكم الفيديو ولا يعجبكم، ما تنساوش لايكات، وشكرا بزاف. حتى المره اخرى ان شاء الله، بسلامه.